السلام عليكم، بنرحب فيكم ثانيا في الويند انرجي. بنتكلم اليوم على باور برودكشن انرجي ييلد اوف ا ويند توربين اند فارم. الان لما نتكلم if we know the power curve of a wind turbine, the power produced by the wind turbine for each wind speed, and we also know the wind characteristic at the turbine location represented by a histogram or probability density function showing how many times a certain wind speed occur at that location, then the product of these two curves for each wind speed give us the total power produced. يعني لو أنا بدي أعرف قديش الباور اللي أنا ممكن أعملها بدي أطلع على الإيش اللي هي الكيرف of the wind turbine. باور بدي أطلع عليها بدي يكون عندي speed of the wind characteristic الآن هذه موجودة في هذا المجال. يعني هذه اللي بدي أطلع عليها فيها. Thus zero below cut in speed. And then positive value for other ranges of wind speed. Generally speaking, if we know the power curve of a turbine and the wind characteristic at the location of the turbine, then we can compute the energy. يعني عندي هنا ثلاث سرعات مهمة تعرفهم إيش هما. الكات إن الريتد سبيد، وبنتكلم بعدها على الكات أوف سبيد. طيب إذا بدي أجي عليها، شايفين هذه المنطقة؟ هذه بسميها الكات ان سبيد. عند هذه الباور اللي بروديوس باي التوربان مش كافيه لتحرك البليد، فهذه بتعطيني زيرو باور. الان هذا الكورنر اللي هان بتعطيني ايش الريتد باور. هذه المنطقه بسميها النون لينير ريجن وبتعطيني ريتد باور اللي هي الماكسيمم باور عندي بتثبت. في بيبقى عندي باور الكترونكس اللي هي بتضمن لك باور الكترونكس كنترول اللي بتعطيني ماكسيمم باور بغض النظر عن سرعه الرياح بينها، الريتد باور، وهذا بسميها الكات اوف اللي عندي. في هذه المنطقه تقريبا لينير اريا، هذا اللي عندي كل ما بتزيد السرعه بزيد عندي الاوتبوت باور في هذه المنطقة. الان لما نتكلم هنا على الكات اوف سبيد، هذا بتصير خطر على التوربان بعد هذه السرعة. يعني هاي ممكن تعمل دامج فيزيكال دامج للتوربان، سواء من ناحية البليد، من ناحية انه ممكن يتكسر، من ناحية الالكترونكس ممكن تنحرق، الكوابل ممكن تسخن، كل هذا جائز الموجود. فهذه هاي عندي الكات ان اللي شايفينها، هذا اللي عندي المنطقة الخضراء اللي انتو شايفينها هذه بتعطيني هي اللينير ريجن، هذه الماكسيموم باور. يعني هذا بغض النظر قديش عندي حتعطيني ايش، حتعطيني بنسميها ريتد باور الموجودة عندي، وهذه الكات اوف لما بصير شات داون للتوربين فور سيفتي ريجن ريزن. Do you have a turbine data؟ لو عند التوربين داتا هذه مبينة معروفة عندي، وعندي الكاركترستيك هاي. من الكاركترستيك هاي والتوربين داتا ممكن أحصل على الأوتبوت باور. الآن Do you have nothing؟ Energy yield بطلع عليه، yield بطلع عليها الأورز بير يير، installed power عندي، والكاباسيتي فاكتور، هدول برضو بيقدر يحسبها. استيميتد كاباسيتي فاكتور تقريبا للانشور 25%، والاوفشور ما عندي من 35 لـ45% الكاباسيتي فاكتور. هدول تقريبا معادلات بتخليني بقدر احسب بدون ما اروح للسيستم واطلع على الكاركترستيك للتوربين والكاركترستيك تبعت الويند. The capacity factor is an indicator of the percentage of the off time a wind turbine runs at full power. Using the rated power of the turbine, we can multiply this value by the capacity factor to get a rough estimate of the energy yield. يعني بدي اطلع عليها الانرجي ييلد مثلا اوف افار، هذه كل واحده عندي 10، كل واحده بتعطيني 1 ميجا وات. طب هل العشرة بعطوني 10 ميجا وات؟ الجواب لا، لانه ليش؟ في انترفيرنس بيصير بين هدول العشرة، يعني مش عمليه جمع، لانه هذه اللي جاي
تعمل بلاك للهواء عن هذه عن هذه عن هذه لو الهواء جاي في هذا الاتجاه او جاي في هذا الاتجاه. فالعشرة مش ضروري يعطوني نفس الشغلة. الآن الويف افكت اللي عندي زي ما حكيت هذه بتيجي عند الويف اللي جاية، هاي جزء منها بدي روح لفلاسيتي هان، فبصير عندي ديفيسيت. هذه الجزء اللي بتمرق من داخل البليدز اللي عند الديسك تبع البليد بصيرها سلو داون، فبتروح للي بعدها بتلاقي ايش هذه ما اخذتش يعني التوربينة هاي اخذت سرعة اعلى من التوربينة هاي، لهذا السبب ايش بصير بتقل عندي الموجود. الحاجة الثانية بصير افكت اللي عندي هان زي ما بقولوا تيار، بنعمل تيار هنا وبتصير ايش تعملني بنسميه الويك افكت. هذه الويك افكت اللي هي بتصير عندي يعني زي بتشوفوا الدوامة، بتصير زي دوامات هنا شير لايرز اللي عندي وبتنعمل دوامات هواء، فبتقل السرعة الموجودة في هذا المجال. Onshore decreases mean wind speed spacing between 3 to 5 اللي عندي D increases turbulence especially for tall turbines. Offshore larger extension due to lower ambient turbulence larger spacing عندي من 5 ل 15، بنتكلم على الدايمتر من 5 ل 15 في هذا المجال اللي بنتكلم عنه. الآن ككل انه في دوامات بتحصل من لما احنا نصف التوربينات في اتجاه واحد او اللوكيشن تبعه. Wind aligned with turbine اللي عندي في هذا الاتجاه ايش بصير عندها او في عندي reduce wind، هاي بصير reduce wind speed لما انا امشي فيها. Wind misaligned with turbine increase the turbulence بصير عندي في هذا المجال. ايش التوربولانس اللي هي الدوامات او التقلبات الهوائية، فهذه بتعمل لي بتعطيني كباستي اقل. فهذه من الامور اللي احنا بنتطلع فيها في هذا المجال. بناخذ بريك وكمان شوية بنتكلم على الالكتريكال سيستم from main shaft to the power system.